وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصر رونالدو مقابل 5500 دولار، ومحدش نجح. صحيفة ديلي ميل البريطانية بتقول إن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ يستعد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، فبدأ يرتب حياته ويجهز بيت التقاعد بمواصفات معينة عشان يسكن فيه بعد ما يعتزل لعب الكرة. أما عن تفاصيل بيت تقاعد رونالدو، فالبيت موجود في البرتغال وقيمته حوالي 17 مليون جنيه استرليني، ومتوقع أنه يتم الانتهاء من إجراءات بنائه في يونيو المقبل. لكن إيه حكاية الوظيفة اللي موفرها رونالدو في بيته وإيه تفاصيلها؟ رونالدو بيدور على شيف بمواصفات خاصة، شيف شاطر يشتغل في القصر، بس بشرط يكون بيعرف يحضر كل أنواع الأكل، والأكل البرتغالي التقليدي بلاس الأطباق العالمية واليابانية زي السوشي. واستكمالاً لمواصفات الوظيفة، فهيكون المرتب الشهري لوظيفة الشيف 4500 جنيه استرليني، يعني ما يعادل 5549 دولار أمريكي. ناس كتير اتقدمت لوظيفة الشيف عند رونالدو، لكن للأسف رونالدو لحد دلوقتي مش لاقي الشخص المناسب اللي يعينه شيف في القصر، وده شيء مؤسف جدا ويسبب إحباط وزعل كبير لرونالدو. مجرد ما عرف جماهير مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وجود وظيفة في قصر رونالدو، كلهم بدأوا يهزروا. في حد قال أخوك عليه طبق اندومي وكوباية شاي بلبن، الله وكيل هرجعك رونالدو لشبونة. كومنت تاني بيقول ممكن تفاصيل أكتر، وباقي الكومنتس مش مصدقة خالص إن رونالدو عنده وظيفة شيف. أما عن آخر أخبار رونالدو، انتقل كريستيانو رونالدو لنادي النصر في خلال انتقالات يناير 2023 في صفقة قوية جدا في منطقة الشرق الأوسط. الصفقة دي خلت رونالدو حديث العالم، وهيكون اللاعب الأسطوري رونالدو إضافة قوية للدوري السعودي، ودي كفيلة إنها ترفع أسهمه على الساحة الكروية. هلو، هلا ومرحبا، أهلا فيك جورجينا.